أعزائي المشاهدين، يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم بفقرة جديدة من اقتصاد، فقرات الاقتصاد المنزلي ببرنامج جولة الصباح. فرح نعمل اليوم طقم اللي هو عبارة عن إبري وكاسات صغيرة لمية زمزم. رح نتعلم كيف نرسم عليه، كيف نزوقه، شو الأفكار اللي ممكن نتبادلها مع بعض. طبعا أنا حاعطيكم الفكرة الأولية، بس ترجعي لست البيت شو بتحب ترسم عليه. رح نبلش مع بعض. أول شيء نشوف الشيء اللي بنحتاجه، المكونات. رح نحتاج طبعا مثل ما حكينا هذيك المرة في شغلات مكررة، اللي هو طبق الورق الأبيض الـ A4، رح نحتاج كربون للطباعة، رح نحتاج طبعا قلم رصاص، يفضل قلم رصاص عشان إذا خربطت ست البيت تمحي. رح نحتاج أحجار كريمة أو خرز، هذا الشيء كمان بيعود لست البيت هي شو بتحب تستخدم لتزين الوعاء بالنهاية. رح نحتاج مادة الرسم، طبعا بتختلف، في مواد كتير بالسوق موجوده كلياتهم مناح، وبترجع لست البيت هي تختار الماده اللي بدها اياها حسب كمان الالوان اللي هي بتحب ترسم فيها. هلا رح نبلش مع بعض، ويفضل طبعا ست البيت لما بدها تشتغل تكون على القاعد، بتثبت اكثر حالها وايدها اثناء الرسم. هلا مثل ما حكينا بدايه حنبلش بطقم ابريق وكاسات لميه زمزم هديه للحجاج. طبعا هي بترجع لست البيت هي بتختار الشكل اللي بدها اياه. نحن اخترنا ابريق صغير ناعم، الرسم عليه بيجي كثير حلو، بيعطيه جماليه رائعه مع كاساته. هلا بالنسبه للرسمه او شو بدها مثلا، ممكن تكون كتابه مو رسمه، ممكن انا تاخذوا افكار كثير من الانترنت عن طريق جوجل، بس تكتبوا مثلا انه كتابي مثلا مباركه للحجاج، حج مبرور وسعي مشكوره، مجرد تكتبوا هالعباره فبيعطيكم كثير، هو خيارات واسعه، في منها الرسم، منها الزخرفه، ومنها الكتابه بالخط الكوفي. هذا الشيء اسهلها لست البيت، طلعوا من على الانترنت تطبعوا، يعني قد ما كان بيعطي حرفيه اكثر، وبكون في رمزيه اكثر لانه للحج، لانه هي ما عاد صفيت شغله انه احنا مثل ما رسمنا على البورسلان انه هي شغله عباره عن هوايه، حابه انا ارسم ورده، حابه ارسم شيء، لا نحن عم نخص مناسبه، فيفضل انه تطلع من الانترنت. طبعا انا طلعت من على الانترنت حج مبرور وسعي مشكور، طبعتها ورسمتها طبعا على شفيتها على الكربون ورسمتها لحتى صارت بهذا الشكل، بقصة على حسب الحجم الوعاء اللي بدي ارسم عليه. هلا رح نبلش مثل ما عودناكم، هذيك المرة تعلمنا كيف لنطبع على الازاز، نفس الطريقة حنحط الكربون، حنحط فوق الورقة بالزاوية اللي بدنا اياها، بنحطها على الابريق ونبلش تعليم ورسم. هلا رح نحط الكربون، انا اخترت زاوية الابريق تبلش من الايد، تطلع جمالية اكثر، فيها جمالية اكثر، بحط فوق الورقة يلي بدي ارسم عليها، وبلش مثل العادة مثل ما حكينا بقلم رصاص، بلش من الزاوية وبلش تعليم. هلا مثل ما انا شايفين عم نعلم، ونقطة كتير مهمة لست البيت اللي بتحس انه ايدها بترج او ما بتستحكم منيح، يفضل تعمل لاصق، اللاصق العادي الشفاف، بتلزق الورقة على الوعاء مشان ما تميل هي وعم ترسم، حتى ما يتغير شكل الرسمة. فهذا هي ملاحظة لازم تنتبه لست البيت. ما انتم شايفين هلا بلشنا تقريبا حنخلص الرسمه، لازم نحن وعم نعلم نشد ايدنا على القلم شوي لحتى نضمن انه تطلع مثل الرسمه بالضبط مثل ما انتم راسمينها. هلا نحن تقريبا صرنا ثلاث ارباع الرسمه، مثل ما قلت هي وعم تدور ست البيت تنتبه كثير انه تضل بمكان الورقه ما تزيح لحتى ما تتغير الرسمه، لانه اذا زاحت شوي صغيره رح تتكرر الرسمه نفسها، حتكون بجنب الثانيه، فرح يتغير مع كل المدير، حتضطر انه
تغسل الوعاء. هو ما في مشكلة، اللي عم تشتغل بالبداية رح تتغلب شوي، يعني ممكن تغسله أكثر من مرة وترجع تعيد الرسمة، ما في مشكلة أبدا. المهم أنه نحن نتعلم الأساسيات، تتعلم حتى إيدنا تاخد على هذا الفن الجديد. هلأ تقريبا نحن خلصنا. طبعا هي بحسها انا بالنسبه لي هاي المرحله اللي هي تحديد الرسمه على الزجاج هي اصعب مرحله، لانه بس لنبلش بالكونتور الرسم على الكونتور حيكون اسهل بكثير، لانه ما في ورقه تزيح او زيحان محلها، واذا خربطنا بامكاننا نستخدم ماده الكحول او السبيترو بشقفه قطنه او طبعا نكاشات القدم ممكن تمحي محل ما خربطت، يعني شغله كثير بسيطه ان شاء الله. نحن هلا خلصنا، صار طبعنا الرسمة صارت جاهزة مثل ما احنا شايفين على الابريق. طبعا هي من دون ما نحط المواد هي جميلة طالعة رائعة، وبتمنى انه تطلع احلى على الرسم. انا اخترت اللون الذهبي وراح امزجه كمان مع لون تاني ممكن البرونز او الفضي، بيعطي جمالية أكثر أثناء الرسم. هلأ هني ما بيبينوا كثير من بعيد، ولكن بيعطي رصفة يمكن ما تتخيلها ست البيت إلا بعد ما ينشف ويصير جاهز. هلأ رح نبلش رسم أو يعني الرسم أو التحديد فوق العلامة اللي علمنا من شوية الرسمة. بنحاول ما ترج إيدنا، كون كثير مرتاحين. تختار ست البيت الوضعية اللي هي بترتاح فيها أكثر شيء، كانت قاعدة أو واقفة اللي هي بترتاح فيه. هلا بلشنا تحديد. طبعا ما تهتمي، يعني مو ضروري انت تعبي كل اللون اللي معلم على الكربون، لانه هذا كلياته بس لينشف بدك تغسلي الوعاء فحيروح كلياته، ما بضل منه شيء، بضل بس المادة اللي حددنا فيها. ومثل ما انا شايفين يعني محاول قدر الامكان شوي شوي مشان ما انزع الرسمة تطلع مثل ما بدي. منحاول قلم الكونتور اللي عم نرسم فيه نمسكه من فوق ونضغط عليه نحن وعم نرسم مشان ينزل المادة، وكل شوي رح نوقف نمسح راس القلم بالمحرمة، كتير ضرورية مشان ما يجمع. كل ما نحسه بلش يجمع أو بلش يقطع معنا بنعمل له مسحة ونرجع منكمل محل ما انتهينا. وهيك بنكون خلصنا اللون الذهبي، وخلينا مجال للون البرونز مثل ما حكيت لكم. هلا نحن هذا الشكل الاولي، هلا نحن تركنا الحركات او هي الشغلات اللي بدي فوق الخط الكوفي مشان نزخرفها بلون ثاني بيعطي رصفه كثير حلوه معه. راح نشتغل باللون البرونز او الفضي طبعا اللي بتفضله هي ست البيت مثل ما حكينا، او بدايه من نمسح راس القلم ومنبلش منكمل. طبعا ببين معها اثناء العمل الخط اللي مو معبى بيكون هذا لازم نعبيه باللون البرونز. وهلا مثل ما تكون شايفين بشويه انتباه راح نعبي باللون البرونز الحركات يلي تركناها، بس تكون شوي منتبهه ست البيت لانه الحركه بتكون صغيره عاده فبتحتاج دقه اكثر. وهي تقريبا خلصنا اللون البرونز. هلا بعد ما خلصنا طبعا الرسمه كلياتها صارت بهذا الشكل، رح نعمل انا وياكم زخرفه صغيره ممكن نعملها تحت بسفل الابريق من تحت، ونفسها هي نعمل فيها الكاسات لحتى يصيروا طقم، لانه هاي الرسمه اللي عملناها حجم مبرور وسعي مشكور كبيره شوي على كاسه المي اللي بتصب فيها زمزم، فخلينا نعمل مع بعض. طبعا هي ممكن حركات بسيطه بدون ما تعمل ترسمها وتطبعها على الكربون بايدها، ممكن مثلا يطلع معها شيء معين حلزوني خطوطه منحنيه ونزوقها بشويه حجار كريمه بتعطي شكل كثير حلو. رح نجرب مع بعض هلا نساويها ونجرب، حيكون من تحت الابريق من تحت. ممكن نعمل حركات حلزونيه بسيطة تكون دوائر صغيرة بقلب بعضها. هلا نحن رسمنا بالذهبي، خلينا ندخل كمان معه لون بالبرونز ممكن يعطي كمان شكل حلو بتابع الرسمة الفوقانية اللي عملناها. ممكن مثلا هيك نحط نقط فوق الرسمة او خطوط شاقولية تعطيها كمان جمالية اكثر. وهيك نكون خلصنا الزخرفة اللي بأسفل الإبريق.
هلا صارت قطعتنا نحن تقريبا جاهزه. حكينا عن الاحجار الكريمه او الخرز، هذا برجع للست البيتيه شو بتحب تزوق الوعاء اللي عم تعمله. هلا انا اخترت اللون الاحمر مع الاسود او الباذنجاني، بيعطي رصفه كثير حلوه مع الالوان اللي دخلناها هي الذهبي والبرونز. بطريقه كثير بسيطه وسهله. هلا اغلب ستات البيوت كانوا يحاكوني انه عم يلاقوا لبكه انه كيف يحملوا الخرزه ويحطوها انه تلزق وكذا، فنحن بكل بيت الصبايا عندهم قلم كحله عادي، بس تحطها على الخرزه من فوق محل ما يعني انه بدها تكون الخرزه على الكحله، وبعدين قبل ما ينشف قبل ما يكون ناشف اللون بامكانها تحطها ولحالها بتثبت عليه. اذا كان ناشف وما ثبتت بامكانها تستخدم الماده اللاصقه او جلو اي نوع بيثبت عليها. فنحن اخترنا اللون الاحمر والاسود، رح نزوق فيه رسمتنا. هلا تقريبا خلصنا، هي حطينا كل الستراس على الابريق. طبعا يفضل انه نعطيه وقت لحتى ينشف ويمسك مزبوط مع اللون او المادة الجلو اللي حطيناها. بعد ما نخلص رح نتركه بين 24 ساعة ل 32 ساعة لحتى ينشف تمام. بس لينشف بامكانها ست البيت تغسله وتليفه محل ما في جلغمة. طبعا شيء طبيعي انه تصير كلياتها ستراس، كلياتها تتجلغم من الالوان، هذا شيء طبيعي طبعا. بعد 32 ساعة بامكانها تظبط كل شيء، تليفه بيكون كله تماسك مع بعضه، نشف اللون، ثبت الخرز او الحجر الكريم اللي حطته وبيصير جاهز للاستخدام. هلا نحن خلصنا الابريق ومثل ما حكينا حنكمل الطقم لكاسات زمزم. هلا نفس الزخرفه اللي عملناها بسفل الابريق رح نعمله على سفل الكاسه، هي كاسه المي رح نساويها من تحت لحتى يكون في مجال فوق اللي بده يشرب او كذا انه ما يكون في شيء من فوق. فرح نستخدم الزخرفه اللي استخدمناها على الابريق، بنقيمه على جنب وبنحط نبلش شغل بالكاسه. هلا بدنا نبلش نرسم على الكاسات الابريق نفسه اللي رسمناه، الكاسات تبعتهم كمال الطقم. هلا ست البيت اسهل اذا ما بتحب هي طريقه الكربون او عم يسحط معه، وخاصه انه حجم الكاسه بيكون صغير، بامكانها تجيب اي قلم عادي ازرق او اسود، تحاول تشوف الرسمه يلي رسمناها نحن بشكل عشوائي او بشكل خيوط مائل على الابريق مشان تحاول تقدر تعمل اقرب شيء لها. فبامكانها ترسم اول شيء بالقلم مشان اذا خربطت كذا بتمحي وبترد بترجع حتى تشوفوا انه صار تقريبا مثل نفس الرسمه اللي رسمتها على الابريق. بنبلش الشغل طبعا مثل ما انا هلا عامله هون، رسمت اول شيء بالقلم وهلا بنبلش تحديد بالكونتور. رح نستخدم نفس الالوان اللي استخدمتها على الابريق اللي هن الذهبي والبرونز. رح نبلش باللون الذهبي مع نفس الطريقه، رح نمسك الكاسه بطريقه نكون بكف الايد لحتى نقدر نثبتها مزبوط ونبلش رسم. مثل ما حكينا من قبل انه الرسم هو عباره عن طرق متعددة، ممكن تكون طريقة التنقيط يلي تعلمناها هذيك الحلقة أو الخط العادي. هلا باعتبار إنه نحن رسمنا خط عادي معناتها خلينا نكون نفس ما بلشنا فيه. بلش رسم مثل ما أنتم شايفين، عم نحاول نمشي على الخط تمام حتى ما يتعرج معنا. ومثل ما حكيت في حال خربطت ست البيت او مشح ما بامكانها تستخدم السبيترو او الكحول مع قطنه وتمحي محل ما خربطت. المده اللي بتاخذها اي ست بيت عم ترسم ترجع طبعا ل هي ممارستها او خفه ايدها بالرسم، بس هو اجمالا بياخذ وقت طويل. اي ماده اي وعاء بدها ترسموه حياخذ وقت، اول شيء بالرسم، ثاني شيء بالطباعه، ثالث شيء واهم شيء هو لما بترسمه بالكونتور حتكون كثير بطيئه وكثير متانيه هي وعم ترسم لحتى يطلع بالنهايه الشكل اللي هي بدها اياه. بس صحيح بياخذ وقت طويل بس هو بيطلع بالنهايه فن رائع وجميل جدا. وهيك بنكون خلصنا اول كاسه من الطقم.
طبعا حيكون هيك شكلها النهائي، ومثل ما حكيت لازم تاخذ وقت لحتى تنشف. هلا باعتبار انه هي العمليه حكينا انه بتاخذ وقت طويل وجلسه طويله، وخاصه انه عم نعمل طقم كامل، فنحن حنورجيكم هلا الطقم نحن اللي مجهزينه كماله الكاسات، نفس الموديل ونفس الشكل. وطبعا هذا بيضل مثل ما حكينا انه هي مجرد افكار بسيطه وبتفتح لها ابواب كثير لست البيت، هي ممكن تختار اشياء ثانيه. هي بالنسبه لطقمنا بالنسبه لعيد الاضحى وللحجاج، والله يتعمنا زياره الكعبه كلياتنا. خلصت حلقتنا اليوم، وشكرا لمتابعتكم، وان شاء الله نكون قدمنا شيء حلو، وانتظرونا بالحلقه الجاي كمان باشياء مفيده ورائعه لست البيت.